اللي يعرفه في عسكر. نعم، البالغ العاقل فقط. اجلس. من يعرف؟ نعم، البالغ العاقل هو بالغ خلاص، احسن من ميت ما يصير. هل يصح ان نقول البالغ العاقل ونزيد المسلم؟ معنى هذا ان الكافر غير مكلف ولا يؤمر بشهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله. خطا. المكلف من هو؟ البالغ العاقل. ما هي الاحكام التكليفيه؟ قال خمسه: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. طيب، الآن نريد نفهرس هذا الكتاب. سهل جدا. انتبه معي، تقدم. أسفل، بما يفهم انزل أسفل، ويفهم اللغة العربية يبقى هنا. أي نعم، نعم. إذا أردت أن تقسم الفقه تقريبا، يعني لابد يعني يكون في تسامح قليل في التقسيم، حتى يعني احنا نريد نقرب هذا الكتاب ونقرب الفقه. نقسم الفقه إلى قسمين وارتاح الحمد لله. يعني الشيخ يقول لو كانت 10 أقسام كان إشكال أيضا هنا. الفقه قسمه إلى قسمين وارتاح: عبادات ومعاملات، ويلحق بها شيء المعاملات سوف يأتينا إن شاء الله تعالى. المهم تقسم الفقه إلى قسم وارتاح الحمد لله. إذن هذا الكتاب نقسمه ونفهرسه على قسمين: عبادات ومعاملات، ويلحق بالمعاملات شيء يعني من الأطعمة وكذا سوف يأتينا إن شاء الله تعالى. سهل واضح، ما في إشكال. العبادات أركان الإسلام، مرت معنا، أخذنا ما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله محمد عبد رسوله في العقيدة. هنا نأخذ الصلاة والصيام والزكاة والحج، ويبقى معنا الجهاد. هذه عبادات. غير هذا معاملات وما يلحق بها، والحمد لله. هذا الفقه مفهوم يا أخوان؟ احنا نريد تستوعب يعني ما يذكر الفقهاء في هذه المؤلفات. طيب، إذن عندنا عبادات، ثم بعد هذا معاملات ويلحق بها شيء سوف يأتي بإذن الله. الآن في كل باب من هذه الأبواب نذكر مثلا في الصلاة شروط وأركان واجبات وسنن ومبطلات. نأتي للحج، شروط وأركان واجبات ومحظورات الإحرام، صحيح، ومبطلات حج كذلك. طيب، فنمشي في كل باب نذكر المهم في هذا الباب حتى يضبط ويحفظ. الآن نريد أن نقرأ الكتب التي أوردها المؤلف. العلماء رحمهم الله يرتب لك العلوم. نعم، ما بقي إلا أن تسير. هذا الآن، هذا الكتاب، كتاب منهج السالكين، تجد فيه كتب، والكتاب تجد فيه أبواب، باب تفتح وتدخل. مفهوم؟ يعني اعتبر أن هذا الكتاب عمارة كاملة. العمارة هذه فيها شقق، كل شقة كتاب. كم شقة عندنا؟ 16 شقة. مفهوم؟ 16. كل شقة فيها غرف، الغرف هذه أبواب. إذا صعب عليك الباب
ماذا يصنع العلماء إذا طال الباب؟ ماذا يصنع؟ يضع لك فصول، يقسم الغرفة إلى ثلاث أقسام أو أربع أقسام. هذا والله كل من باب تقرير العلم إلى الطلاب، مفهوم؟ أي نعم. فأنت لابد تستوعب هذا البناء، تقول هذا البناء مكون من 16 كتاب، والكتب داخلها أبواب تأتي معنا بإذن الله تعالى. الآن نمر على الكتب التي تأتينا. بماذا يبدأ الفقهاء دائما؟ الفقهاء يبدأ بأي كتاب؟ من يعرف؟ بما؟ نعم يا أخي، كتاب الطهارة دائما. لماذا؟ هذا قال أشكل علي، لماذا يبدأ بكتاب الطهارة؟ لماذا لا يبدأ بكتاب الصلاة يا أخي؟ أهم من هذا، أرادوا أن تطهر الباطن أولا، العقيدة قبل كل شيء. أي نعم، فأرادوا أن يكون بهذا طهارة الباطن قبل طهارة الظاهر. إنما المشركون نجس. نعم، هذا أول. الثاني اللي ذكرت، الطهارة مفتاح الصلاة، وتتقدم على الصلاة لابد يقدم الطهارة، صح؟ أي نعم. طيب، إذا هذا سبب بدء بالطهارة والله أعلم، مفتاح الصلاة وتتقدم عليها، وأرادوا أهم ما يكون طهارة الباطن قبل كل شيء، يبدأ بالعقيدة الفقهاء. أي نعم، مجلس فتح الله عليه. بماذا يختم الفقهاء؟ آخر كتاب دائما ما هو؟ أو آخر باب في المؤلفات، ما أحد يعرف؟ سبحان الله، ما قرأت كتب فقهاء أبدا. إحنا ما نسأل عن الفقه، نسأل فقط عن آخر كتاب أو آخر باب في كتب الفقهاء. نعم، أوقف، فتح الله عليك. لكن المؤلف لم يختم بالعتق. نعم، يختم الفقهاء إما بالعتق أو بالإقرار، اختلف الفقهاء في هذا المسألة. منهم من يختم بالعتق، ومنهم من يختم بالإقرار. لماذا؟ تعرف اللي تحب، الله يفتح عليك. يختم بالعتق تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يعتق هذا المؤلف من النار، فتح الله عليه. والإقرار تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يختم له بشهادة الإخلاص. أيهما أولى عندك؟ العتق يكون يوم القيامة، والإقرار يكون في آخر الحياة، يكون بعد القبر وبعد النشور ثم كذا ثم الجنة. أيهما أولى؟ طبعا الأولى الإقرار، كما صنع المؤلف. إذن يختم العلماء إما رحمهم الله إما من باب الإقرار كما صنع المؤلف رحمه الله، وهذا أولى، أو بالعتق من النار، أراد بهذا العتق من النار، بكتاب العتق أو باب العتق. الله يفتح عليك. نعم. طيب، نمر على الأبواب الآن، نمر على الكتب، ثم بعد هذا إن شاء الله تعالى ننظر ماذا نصنع. نعم، قال قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وأخر له في كتابه منهاج السالكين وتوظيف فقه الدين باب الطهارة. بدأ بكتاب الطهارة وتقدم معنا، أراد أن تطهر الباطن قبل طهارة الظاهر، وأراد أن يرتب لك المسائل. نعم، الفقيه هنا لابد يرتب لك المسائل التي أنت بحاجة إليها. يرتب لك أولا توحيد، ثم صلاة، ثم زكاة، ثم صيام، ثم حج، ثم جهاد، ثم بيع، تبيع وتشتري.
بعت واشتريت الآن، جاء المال، ماذا تريد؟ نكاح. النكاح عشرة النساء ثم مال، وأنعم الله عليه بالزوجة، يبدأ ماذا؟ كلا أن الإنسان لا يطغى أن راه استغنى. طلاق، ثم بعد الطلاق جنايات يتضارب مع أهل الزوجة وكذا، جنايات حدود عدة استبراء قضاء. بعد هذا صنع ما صنع، باع واشترى وتزوج وطلق وحدود وجنايات وعدد واستبراء وأطعمة وأشربة، بعد هذا شرب، قال تتوب ونختم لك بالإقرار أو بالعتق. هو يؤلف لك، يرتب لك المسائل بحسب الحاجة، مفهوم؟ هذا الذي ترى الآن. نعم. قال كتاب الصلاة، بعد الطهارة بدأ بالصلاة. سوف يأتي معنا أنه في كل باب من هذه الأبواب في العبادات، العبادة الصلاة فريضة ونافلة، الزكاة فريضة ونافلة، الصيام فريضة ونافلة، الحج فريضة ونافلة، العمرة فريضة ونافلة، وسوف يأتي بإذن الله معنا. نعم. قال كتاب الجنائز، صلاة الجنازة هي صلاة، لماذا جعلوا الجنائز كتاب؟ لأن صلاة الجنازة الأصل أن تكون مع كتاب الصلاة، لماذا أفردوا لها كتاب؟ لأن هناك تجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه وما يتعلق بالمرض والوصية وغير هذا، فجعل له كتاب حتى لا تكثر عليك المسائل، فلا إشكال. نعم. كتاب الزكاة. نعم. أو كتاب الصيام وكذلك الحج. الآن أركان الإسلام تمت ولله الحمد، يبقى معك كتاب الجهاد وتتم العبادات، ثم ينتقل إلى المعاملة. الشيخ بن سعد رحمه الله هذا كتاب مختصر، لم يذكر الجهاد. نعم. فانتقل مباشرة إلى القسم الثاني من الفقه على ما قسمنا، المعاملات، البيوع. الآن أتى بأركان الإسلام ولله الحمد، ماذا يصنع؟ يريد يبيع ويشتري، جاء بكتاب البيوع. نعم. كتاب المواريث الإرث. نعم. كتاب النكاح، لم يحتاج الآن، باع واشترى ووجد مال، يريد أن يتزوج، كيف يتزوج وما هي شروط النكاح وما هي الموانع في النكاح، محرمات في النكاح وكذا. نعم. كتاب الصداق، يدفع لها مهر. نعم. تزوج وكان لديه مال ولا بد أن يحصل شيء، هل يطلق أو لا يطلق؟ يأتي بإذن الله تعالى، ومتى يطلق ومتى لا يطلق، وكيفية يعني الأمور التي تتعلق بالطلاق. نعم. الآن طلق أو مات، أو ماتت الزوجة أو كذا، عندنا عدة، عدة المطلقة وعدة المتوفاة، صحيح؟ نعم. فذكر عدة واستبراء، استبراء سيأتي معنا أنه متى يستطيع أنه مثلا يطأ الجارية إذا كانت من السبي، لابد أن يستبرئ. نعم. الأطعمة، الآن باع واشترى، يحتاج إلى طعام وشراب. نعم. أطعمة وأشربة. نعم. قلنا باع واشترى وتزوج وطلق، الآن ماذا؟ جاء الشيطان ويتعدى جنايات، يعني يتعدى على غيره. نعم. كتاب، بعد ما تعدى الآن لابد يعرف أن هناك حدود. نعم. القاضي الآن ينظر في القضية، جناية ودعوة وشهود وغير هذا. نعم.
فهنا في هذا الكتاب ذكر آخر باب في هذا الكتاب وهو باب الإقرار. مفهوم؟ نعم.